ولحيا المؤمن هناك بوسعيد سوكامبي 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 سدد بقوة تسديدة قوية من سوكامبي لدخل بطريقة جيدة بالكرة سدد بقوة لكن كورته مرت فوق العارضة الأفقية. شوف هنا يا مسعود خفة سوكامبي جعلت من شوف حتى الكونترول ما دارش ان كونترول ستاتيك دار ان كونترول اورينتي باش سمح له باش يونشيني كيما نقولوا بالفرنسيه يلونشين لاكسيون توت سويت وهكذا الى بري لافونس على الدفاع على الدفاع وتسديد ولحت زعلاني طويله باتجاه درفلو خطيره هذه الكره خطيره خطيره لكن صالحي اسرع تبقى الخطوره صديقي صديقي ثم حروش حرز على الكره درفلو الى مقداد مقداد بهذه الكره يسدد تسديده قويه دقيقه لكنها مره جانبيه هي واحده من المحاولات القليله من خارج منطقه العمليات بالنسبه لفريق امل الاربعاء. شوف مسعود عندما يكون عمل جماعي شفنا يعني انه انتهت بفرصه حقيقيه لامل الاربعاء ضمن امل الاربعاء لابد على المدرب ميهوبي انه يركز على هذا الجانب. كوش في المراوغه لكن ضيع منه الكره بعد تدخل الحكم يتدخل ويشير الى مخالفه هذه المره لحدوش ربما حمراء لحدوش ماذا فعل حدوش زكريا تدخل حدوش زكريا يتلقى البطاقة الحمراء بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من المرحلة الثانية شوف اللقطة ضربة من حدوش والحكم كان يتابع هذه اللقطة نقدر نقول تصرف زائد من حدوش إذن حدوش يغادر بالبطاقة الحمراء في هذه الدقيقة عريف يطو ينجح في المراوغة يطو يتوغل داخل منطقة عمليات يسدد وصالحي عريف يقول لك كيفاش تاكسيليري لو جو سي لا باس وليس توزيعة خطير خطيرة 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 هذه مقداد أمام هذه الكرة مقداد سداد وصالحي بصعوبة يبعد هذه الكرة نقول بصعوبة ما يظهر لنا ربما هو فضل إبعاد الكرة بهذه الطريقة تجنبا لأي مفاجأة غير سارة بالنسبة إليه خطيرة هذه الكرة يا يزيد خطيرة خطيرة هذه الكرة ماذا ضيع درفلو أسامة نشوف اللقطة المعادة القائمة الثاني ضائع كرة أخطر كرة في المباراة يضيعها أسامة درفلو اللي كان موجود لوحده داد الضغط يتواصل داود في هذه الكرة داود بوعيشة في وضعية أو ضربة ركنية بوعيشة كاد يفعلها في هذه الكرة تمريرة ذكية للرفقاء مباشرة للحارس خطيرة خطيرة هذه الكرة لكنها فوق العارضة ترجيحية وفي تسجيل ركلة ترجيحية سعد تجار ترجيح يتأهب لتنفيذ هذه الكرة يسدد ويسجل ماشي يتقدم يسدد ويضيع الحارس الشاب صالحي ماذا يقول صالحي في هذه الكرة التي تنفذ بطريقة الحارس الترجيحي حتى الآن فلاح نعمان يتقدم ويضيع إذا الكلمة العليا هي للحارس فلاح ترجيحي أهل مباشر إلى الدور النهائي إلى الدور النهائي إذا حروش أمام تحدي كبير وهو الركلة الأخيرة طبعا الركلة الأخيرة نقول بالنظر إلى الركلات الثلاثة الضائعة وأيضا أمام الحارس صالحي الذي يسعى من دون شك لإعادة فريقه إلى السباق من جديد حروش وجه لوجه مع صالحي لمن تكون الغلبة لحروش أم لصالحي إذن حروش ولحظات التركيز التي تسبق التنفيذ حروش يسدد ويسجل ويؤهل فريق أمل الأربعاء إلى الدور النهائي إذن أمل الأربعاء هي الطرف الثاني في المباراة النهائية ضد فريق مولودية بجاية ألف مبروك
لفريق أمل الأربعة، والبطل اليوم هو فلاح، وحظ أوفر وموفق في القادم إلى المناسبات بالنسبة لفريق جمعية شف الذي قدم ما يلزم ما يجب، لا يستحي بهذه أو بهذا الإقصاء. دريس، ختام المباراة ماذا يمكن أن نقول باختصار؟ باختصار نقول أمل، مبروك الأمل الأربعاء اللي بعد الموسم الرائع اللي قدوه الموسم الماضي والموسم هذا، نقول راه في لا كونتينيتي، مبروك عليهم. أن بروجي سبورتيف لوكراتيف، أداوا موسم رائع. جمعية شلف إن شاء الله ممكن يضمنوا البقاء، ليبقى هو الهدف الأول والمنشود لهذا الفريق. إذن هذه هي نتيجة المباراة النهائية، الركلة الترجيحية تفصل لفريق أمل الأربعاء الذي يتواجد ويتأهل إلى النهائي، وحظ أوفر لفريق جمعية شلف العودة إليك نوردي.